هذا وأشاد مناضلون وأكاديميون وسياسيون بما حققته ثورتي 26 من سبتمبر 14 من أكتوبر من منجزات عظيمة للوطن، مؤكدين أن ما يحدث في اليمن من مؤامرات ضد اليمن في هذه الأوقات هي امتداد للتحديات التي واجهتها الثورة السبتمبرية والأكتوبرية معا. ثورة سبتمبر لا يمكن أن تزول من عقول الشباب أولا ولا من عقول اليمنيين، لأن هي اللي فتحت المجال للجامعات للمدارس لأبناء الشعب أنهم يتعلموا ويدرسوا. اليوم غير الأمس، قامت الثورة ما بش لا مدارس ولا جامعات ولا شيء، اليوم الجامعات ملان والمثقفين ملان والمتعلمين ملان. دلالة ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وهي الثورات الخالدة إلى الآن ومستمرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، هذه الثورة لها دلالة كبيرة. دلالة في البداية دلالتها أنها أخرجت اليمن من الفقر والجهل والتخلف والاستبداد والحكم الفردي إلى النظام الجمهوري الشوروي الديمقراطي. منجزات ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر يعني من أعظم منجزات الدول العربية المتحررة من الاستعمار الأجنبي، ثم إن الدلالة هي انتقال المجتمع اليمني من عصر العبودية والسلطة الفردية الإمامية المتخلفة إلى يعني عصر النور. ستظل ثورة 26 سبتمبر هي الأصل والمرجعية في تاريخ شعبنا الثوري، فقد كانت فاصل بين عهدين، وسبتمبر 26 تعتبر التغيير الشامل في حياة الشعب اليمني. دلالة عظيمة وكبيرة وكانت واضحة في أهدافها الستة وزخمها الثوري خلال الفترة المنصرمة، يعني بعد الثورة مباشرة وبالذات خلال مرحلة الحروب الخمس سنوات التي واجهتها الثورة. هذه الثورة أنقذت الشعب اليمني من حكم كان حكم نظام كانوتي، كان نظام يدعي الإلهية ويستعبد الشعب في كثير من الأشياء، فقامت هذه الثورة نقلت السلطة من هذا النظام إلى الشعب على أساس أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. قامت بأشياء كثيرة لا يستهان بها من أول الثورة حتى التاريخ، وبالذات في أثناء حكم ابن اليمن البار علي عبد الله صالح الذي أوجد كل السبل وكل الأشياء التي لا يستهان بها، سواء في نفس الطرقات أو في نفس المواصلات أو في نفس المستشفيات أو في نفس المدارس في الجامعات، في أشياء لا يستهان بها، ما إنكرها إلا إنسان جاهل. ثورة سبتمبر هي الثورة العظيمة التي قامت من أجل إعطاء الحرية والديمقراطية والمساواة لكل أبناء الشعب اليمني، كانت تحمل مضامين عظيمة لكل أبناء الشعب اليمني، وما زالت هذه الثورة قائمة وستظل قائمة طالما مبادئها نعيشها جميعا في هذا المجتمع. نحن في حاجة ماسة وملحة لنعزز الوعي بأهداف الثورة في أعماق الجيل الحاضر وأجيال المستقبل، وشكرا. ذكرنا ثورة المناضلين والثورات السبتمبرية وكل الثورات أن البلد بحاجة إلى كل الشرفاء في هذا العصر، وهذه أهم حاجة في هذا الأيام. ثورة 26 سبتمبر هي الإنسان، هي الأرض، هي المصانع، هي المدارس، هي كل التغير اللي حصل في ثورة 26 سبتمبر. ثورة 26 هي الانطلاقة الحقيقية لتغيير يعني مفاهيم الشعب، وفي نفس الوقت الحرية والخروج من الظلم والفقر والجهل الذي كان موجود ولا بسبب يعني الحصار الذي تم محاصرة الشعب اليمني.